هذا البرنامج برعاية دويس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة متاع الموسم هذية متاع الكوجينة. جيسبر اللي دللناكم باللي غوسات اللي عجبوكم لي غوسات متاعنا ونفرحوا برشا كي تتفاعلوا معنا على لي ريزو سوسيو. دونك نيزيتي با باش تعطيونا رايكم. واليوم على تقطعنا عادة بيان سور دي غوسات سهلين دي غوسات بنين معايا مفيدة. مرحبا بيك. يعيشك يا ملك. واش باش نعمل اليوم؟ اليوم باش نعمل ان غراتان فاسيل وباش نعمل اون سالاد دو لونتي. باش نسكروا بحاجه سهله بالعاده. طاجين مقرونه معناها. طاجين مقرونه على لازم طاجين مقرونه غراتان. بين الغراتان وطاجين المقرونه. ما لازم نعربوه شويه احنا. وسلاطه بنينه وسهله ومعايا حسن. حسن شاف حسن شنعمل؟ اهلا بك. صباح. الحمد لله اهلا بك. مرحبا بك بحالنا. ميرسي. قول لي باش نعملوا اليوم؟ دونك باش نعملوا فريزي جوست باش نبعدوا شويه على الكلاسيك باش نعملوها ريفيزيتي شويه. واسهل ظهر لي. اسهل اسهل برشا. دونك العباد اللي مغرومين برشا بالفريزي من بعد باش نشوفوا الفريزي مع حسن ما توت سويت. باش نمشيو مع مفيده باش ننسيو كل غراتان. حاضر عرفتي. يلا ناخذوا شويه جولدينا شعل. دونك باش نفسر لكم غراتان تاع اليوم راهو غراتان تاع مقرونه. طاجين مقرونه بالعربي. فوالا. وكيما العاده الغراتان نجمو ناكلوه بارد فهمت؟ اي هكا عليه هو يعني. واحد يروح بعد القيلوله فلا. بعد البحر يعمل هكا قد ما نحطوا شويه زبده. بتو شويه جولدينا حدينا يا بنتي. وقولي انا باش انتخو طون بيان سور المقرونه ورده اللي كيما العاده نحطوا نطيبوها. نقص شويه بصل نخلي من باش نزيد شويه زيت. هنا هي مكتوب عليها 7 دقائق احنا نخليوها 5 مينوت 5 باش هكاك دقيقتين تكمل تطيب في الاي صبعي. هذا مفتوح. حلي حلي توري قلك امورك ما تخافش. نعرف ما تلقى لي اموري كان انت. باهي استنى نقول عندي صبعي ما خدمنا وكل شيء دونك شويه زيت نجمه. دونك تو باش نخلطوا لي دو ماتيير غراس وفيها حكمه راهو في تخليط لي ماتيير غراس خاطر الجولدينه تعطينا البنه والزيت يماكلنا باش نجم يسخن من غير ما تتحرق. ما تتحرق فوالا هذاك علاش نحطوا البصل نزيدوا شويه بصل احمر ابيض واحمر نحط الشخط عليهم هذوما التسكيره نتاع اي اي نتاع ورده الشخط عليهم انا اب. دونك البصل البصل كيما العاده مفيده ريقتها العاده شويه ثوم العويدة. نسمع فيك نسمع فيك. اي يسمعني اي باهي. عملنا هكاكا باش نقص الدجاج نتاعي لي سكالوب دو بولي مش كبار برشا هكا ظريفات. الريحه اي ديفيرونت كي نقلب بالزوز الريحه بنينه ياسر. دونك
دونك اش عندنا؟ عندنا بصل، عندنا ثوم، عندنا الاسكالوب دو بولي، الدجاج نتاعنا، الفور نتاعنا سخون في 180 درجة. كما قلت لكم المقرونة ديما تنقصوا لها ابوبخي دقيقتين ولا ثلاثة على التياب نتاعها العادي خاطر باش تكمل التياب في الفور. تنجموا حتى العباد اللي يحبوا المقرونة الدنتي ينقصوا 4 دقائق على شنو مكتوب في الباكو. أنا جايتك حبيبتي، أنا جايتك. إي توا الاسكالوب دو بولي هذيا السلايطة باش نعملوها بال سهلة هذا السلايطة. سهلة السلايطة ماشي هذا. شنو باش تاخذ؟ شنو باش نصوح فيها؟ آه بكش حسابوا لافيني احنا نتعاركوا ونتعاركوش ونحبوا بعضنا. قول له حطيت الملح، حطيت شوية كركم، نحط شويه فلفل زينه بابريكا زعما شيشه شويه فلفل اكحل وشويه تابل. هي بيا باش يجينا هابل. فوالا ما نساويش واش اخر نهار ننسيو. سي عندي افي هذيك ولاد صغاري ذهني باش نعلمهم حكايه تحط التابل باش يجيك هابل. خو حبيبتي هذه هكايا فوالا وما يقعدش برشا يطيب. ودو توت مانيير لازمو جوست يعطي يا خو اون بيل كولوراسيون من بعد باش يكمل يطيب في عقله. اي باهي توا انا باش نعمل شامبينيون تاع سيكا. فوالا شامبينيون سيكا سنين تبارك الله خدمت معانا كيما حبت شيختنا باللي برودوي الهايله نتاعها. فوالا هكا ثلاثه مغارف ديما نقول لكم استحضوا تقعد لنا نجموا نعملوا بها حاجه. الكعبه عجبتني خاطر عندك الحق. وباش ناخذ جلبان سيكا ما لازم شوية خلاص. الآخر عاد استناها شوية خطرة طايبة راه. لي لف لف بالحق والله تدخل في ليه 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 زيتو يقليه. زيدك مغايفة؟ زيني مغايفة أنا تعجبني جلبينة الحقيقة في الطاجين. حلوة خاطر. ومنظر. إي. بنا ومنظر ومنافع دونك. توا هذايا عملني. باهي. فوالا هذايا وقعدتي. تقليت في مقرونتي طابت في. طاب بريس طابت نفسك الكريم فريش. كريم فريش وجبن. اي. هكا. العظم عندي. دونك كريم فريش ديليس بالطبيعة. اي. وجبن لوغريير نتاع ديليس. اي. هوب. انا كل شيء نحضره. ياك انت اسكت خذ راحتك يعيشك. هاني جيتك يا حسين من سيدك شراه جوست هذايا اللي تحطو جبن شويه جبن دون لو في في المقرونه من الداخل وشويه جبن من الفوق ونصبوا شويه كريم ديليس. اوكي وي شيف. وي شيف سافا مي مونكي شيف. باهي باش نفوحوها ديريكتومون باش نحطوا الملح. انت ملحتي الميه؟ ملحت لك اي مي مقرونه ما هي. قبل ما نبداو ديجا حطيت شويه كركم دوبليش باسكو جيم كون يا دو لا كولور دون لا في الماكله. باش نحط فلفل اكحل هكا هاو في اللفاح. باهي كملنا كملنا سي بون هذايا راه تخي تخي بون تخي تخي بون ميم. خرج المقرونه نحطها ديريكتومون على الخليط. اي ما يسالش نحطها هوني وبعد نحط لك كل شيء. اي والله خليها تشرب الصوص. ابنتي معلمه فاهم فاهم وانا وياك راه تفوا نص تيب كوا. اي اي من بعد تكمل تيب في الكريم فريش وكل شيء. نجبد الفوغ نتاعي نعمل له شويه زبده شويه جولدينا. سهل 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 المنيو هذايا. بسم الله بسم الله. قالك احلى كلام قلنا هاو فيه اسمع حطيت لك برشا بوتيتخ نو لي 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 ولا سافا لي خليها تجي عاليه يشبعوا. ما
عندي مرض غسيل اليدين على غالب. اي 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 عندك الحق. اي فوالا التخافاي سي بون. تمنى حاضره راك مقرونتك حاضره. حاضره دونك هذيك لفيتو بالبنينه. شو ما شبه شو ما شبه. اي اي هي هكاك ديجا تشاي. شاي ولي مورسو دو بولي فيها. بسم الله. واو 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 شيخات قد قد جبناها يا بنتي. زوز مع المية في كوجينا. بسم الله. اي تم لا روز افيك دو فرماج. نزيدها جبن. احلى ريحتها. وي وباش تدخل للفوق. وهاني جيتك يا حسين نبدا حضر لك المكونات. لي فاسيلي سون لي ميور زيدا بنين. حاجه بنينه وسهله. وتوا هذه باش تدخل للفوق لمده على الاقل على الاقل 20 دقيقه. 20 دقيقه باهي باهي. نلم انا كوجينتي شويه. فوالا حسين. احكي لي دونك باش نبداو بالباز نتاعنا. دونك نستحقوا باك ونص سيدر. نستحقوا عليهم زوز مغارف بولدينا ديجا ذوبتهم في الميكرو اوند. ونستحقوا عليهم كابتن عظم. يلا دونك باش نبدا بالبسكوي نتاعي. نحيو البسكوي سيده نتاعنا. ميرسي. فوالا تبارك من بعد الباقي. اوكي يلا دونك ما نخافش منها راهي مش باش تجيني يبسه برشا. مش باش نخاف من البارتي نتاع البسكوي نتاعي خاطر باش نعمل فوقها معجون سيكا دونك باش تولي طري شويه. دونك باك ونص باش نحط عليهم كما قلت زوز مغارف جولدينا ديجا ذوبناهم. وعظمتين. وعظمتين. داكو وندخلوهم يتيب في 160 يقعد ربع ساعة. وكي نخرجهم من الفور ما نمسهمش. خاطر نبداو تلينيز. يتكسر في ساعة. اي اي اي. كي الكوكيز وكي لي زاباري هذوكم الكل. ردوا بالنا. دونك سيس روحي. دونك جوست باش نسلفوا من عند تم مفيدة شويه ملح. تشيشه ملح وي توت سمح ليها تم مفيدة. وباش نزيد مغرفه جوست على راس المغرفه قرفه. دونك نعرف يبن برشا مع البسكوي. وي باش نكمل عظمتين نتاعي. دونك نبدا بالمغرفه وراه في الاخر باش نستعمل يديا اوبليجي. اوبليجي باش نستعمل يديا. اي خاطر باش نحل في اللي سير كلام تاعي من بعد. داكور. دونك باش نعملها كوش مش عاليه ومش اون فيت عندي دو سيركل واحده 20 وواحده اصغر منها. بالعاني خاطر واحده باش نعملها في وسط وداخل. اي الوحده اللي باش نعملها في الوسط هي اللي باش تشد لي كعبة الفريز على جنب. تري بيان. دونك باش تخليهم برا. لي سيركل نتاعك. فوالا حاضرين بالبابي كويسون ديجا. دونك في الفريزي باش نبداو باش نفهموا مع بعضنا مليح. عندنا كوش نتاع بسكوي. ومن بعد عندنا اون كريم هكا فانواز. كريم موسلين. كريم موسلين. دونك الكريم فانواز. ديسير فانواز. ديسير نتاعنا عليها نص سيترا. جوست باش نعمل زوز مغارف سكر برك مش معبين برشا. خاطر باش نعمل كوش نتاع المعجون من بعد. داكورد. دونك باش ما تكونش حلوه برشا. دونك نمشي نجيب لك الحليب اونتر تو شقاولك. وي توحشتك يا مليك. توحشني هاني جيتك دقيقه برك. دونك نحاول نقسمهم على لي دو بارتي نتاعي لي دو سيركل. سرق لك ديجا كسرونه. نكريهالك اخر نار مثال شاي.
نسامحك. حتى كان مش ملمومة ما نخافش منها، خاطر من بعد في الفورك الجولدين باش تسيب روحها وتخليهم والعظم وكل شيء تتلم، معناها الفاتيليغ باخت تتلم. لوش على الميزان اللي هو هوني. ما تحبوش تجيو لهنا خير كلكم. دونك باش ندخل هذوما نتاعي للفور. دونك كيما قلنا هذه سيركل فان وهذه اصغر منها. دونك هي تعطينا بريسك 15 مورسور او فان. ايه. دونك باهيين. اي نجيب عليكم انا قلقت لهنا راه قصيت. مرحبا بك. سي احنا هوني بريسك كملنا راه. لا سافا انا. فريزي اكسبريس اليوم فريمون منو اكسبريس. اكسبريس. علن. تاع اخر النهار. انا نشيخ عليهم لي منو اللي هكا راه. نشيخ عليهم على الاخر سيرتو في الصيف. يزينا من الكوجينه. اي ويزي من التطيب وحتى الماكله واحد ما عادش ياكل كي العاده. لا خايتي تفكرت علي ناكل. دونك هذوما زوز مغارف سكر حاضرين. اي وهذيك نحطها في الحليب زوز مغارف سكر. لهنا معاهم ديما نغليو الحليب باش تطيب فيسا. هذه جوست حبيت نفكر هذه جيلاتين دونك 5 غرامات جيلاتين. فسر لنا مليح شنو كيفاش الجيلاتين هو اللي باش يخلي لي الجاتو يشد روحه. اي دونك انا باش نعملو جوست من الفوق اكلكو لي من الفوق. اه دونك باش نعملو بالمعجون. باش تخلط الجيلاتين والمعجون نتاع السيكام. فوالا دونك باش ناخذ 3 مغارف كبار السيكام معجون فريز باش ناخذ الجيلاتين نتاعي. الجيلاتين لازم يكون اون ماس. شو معناها اون ماس؟ معناها باش ناخذ البودر. بودر والميزان نتاع البودر نزيدوا 10 مرات ماء. معناتها كان ناخذوا 5 غرامات. 50 غرام ماء. 50 غرام ونخليها. غرامات يجينا ابخي مغارفه نتاع قهوه. اي يجي هكاك. معناها على مغارفه نتاع قهوه. واحد جيلاتين اون بودر نحطوا 50 غرام ماء. اي سينو اللي ما يحبش يحسب برشا ياخذ وحده فوي جيلاتين وياخذ شطرها. خلينا هكا ديجا انا تو فهمتك. فوالا دونك المفيد لازم يكون هكا لازمك تحطه في الماء وتخليه يرتاح. سينو راهو ما يتحلكش من بعض ما يعطيكش لي فيه نتاع الكولاج. باهي شيف فهمتك. فوالا هذوما راني خلطتهم. هوني دونك العادة لاستوس هي باش نغليو الحليب. اي نجم نحلوها في شويه حليب بارد هذايا. شي شمله خاطر هوني عندك قد قدره والغوسات نتاعك. اي دونك ديما الرطبي اللي الكريم اللي باش نعملوهم لازم نكونوا عاقدين على الاخر. معناها ما لازمنيش نعمل اكثر من نص سيتر خاطر هذيك 40 غرام تولي من بعد ميصه شويه. عندك الحق. دونك رد بالي باش من بعد. وهذه الطريقة اللي باش نغليو بها الحليب فينالمون تمشي مع الكريم الكل. اي تمشي معناها حتى مع الكريم العربي ولا كريم انجليز ولا الكل أي حاجة. اسرع طريقة واحسن طريقة باش نطيب. تربحك برشا وقت. تربح برشا وقت وي. فوالا. ما تعملش كل كعابر وكل فازيت. دونك حاجة بركة الكريمة نتاعي بعد ما نطيبها باش نحطها في بول. ونغطيها طول وهي سخونه لازم نغطيها ببابي فيلم. اي سينو عندي شويه جولدينه نعمل فرشه جولدينه من الفوق. باهي على خاطر تعمل لك القشره هذيك من بعد في الكريم موسلين تولي لي تعطي خايبه برشا. دونك لازمني نخليها تبرد بالكدا ومن بعد باش نخلطها في الباتور مع الجولدينه. دونك على نص سيتر انا نحط 200 غرام جولدينه. 200 غرام جولدينه على نص سيتر. اي دونك اون فوا تبرد هذي. تبرد لازمها تبرد بالكدا كومبليتمون. باهي هذي بدات تغلي سي. ميرسي. دونك توا نقعدوا نطيبوها هكاك. ما نغفلش عليها باش ما تلصقليش من اللوطه. وكي تبقبق نرجعها في البول هذايا ما يسالش ونغطيها كما قلنا. دونك بعد ما تبقبق بدقيقتين ديما. فوالا هكا ديجا بقبق. علاش قلنا كي تغلي الحليب وحده في صافي صافي. اسرع طريقه طريقه واحسن طريقه باش تعملوا لي كريم. عاودناها برشا مرات في الموسم هذا نتاع الكوجينه كيفاش نعملوا اون كريم باتيسيير اون كريم انجليز كريمه عربي الكريمه نتاع فانواز كلهم نفس الطريقه. نغليوا الحليب نصبوه على المواد الشيحه نتاعنا سواء كما هكا كريمه فانواز والا نشي وسكر وعظم والحكايات هذوك الكل وبعد نطيبوها وتوا هكا سي بون طابت. دونك هذه مانيش باش نحطوا لها ماس جيلاتين باخ. لا 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 مانيش باش نحطوا لها جوست باش نحط لها شويه جولدين هنا تو باش ما تعملكش شكل باش ما تعمليش شكل القشره اللي تحكي علينا عليها القشره اللي نحكيو عليها. دونك لو طون اللي تبرد الكريمه يتيب اكل غراتان اللي هو راهو ديجا بريسك طاب على خاطر
فينالمون كل شيء طايب فيه، جست العظم يشد روحه ويعمل لنا ما بين الغراتان والطاجين المقرونه. ونرجعوا باش نشوفوا السلطه وباش نشوفوا المونتاج نتاع الفريزيي نتاعنا بعد فاصل صغير.